تفضل. السلام عليكم، سميتي كريمة العيو، تسلمت 13 سنة ولاعبة بمنتخب ديال القوس والأنشطة التحتمائية ولاعبة بجمعية أمل إنزكان للسباحة والإنقاذ والغوص والترياتلون. هذا الأسبوع اللي فات شاركنا في روسيا في المسابقة الدولية للغوص والغوص التحتمائي في المسبح، والحمد لله كانوا النتائج في المستوى. كانوا عندي جوج ديال لي زيبروف انديفيدويل، 300 متر فيال كلاسيت فيها 5e جينيرال بروميير في لاسيري ديالي، وكانت ليبروف ديال 6 كيلو كلاسيت فيها 4e بروميير في لاسيري و 4e في الكلاسمون جينيرال، والفرق ديال تانية وحدة على الميدالية ديال البرونز. كانت المنافسة شرسة بزاف كما كتشوفوا، اون سكوند اللي كانت بيني وبين الميدالية، ولكن هذا الشيء كيخليك انك تموتيف اكثر وتطمح اكثر للمسابقات القادمه ان شاء الله باش انني نحرز على هذه الميداليه. وكذلك اللي كانوا معايا اللاعبين اللي كانوا معايا كان ايوب الشادلي اللي هو معايا في الجمعيه، هو اللي حرز على ميداليه، وكان كانت لا بيرفورمانس ديالو مشرفه الحمد لله. هو الميداليه تحرز في الغوص الرياضي في مسابقه هكا ديال الدوليه، الحمد لله كيستحقها بليزونترينمون ديالو بالمثابره ديالو. انا فخوره به حيت او ميم طون هو اللي كيتريني بيا، هو مدرب ولاعب او ميم طون. الصراحه شعور خايب حيت ماشي زدلت ميداليه ليا بوحدي، ولكن زدلت ميداليه للمنتخب الوطني، للبلاد، المدربين، لجمعيه امل انزكان. يعني كلشي كان كينتظر منا ميداليات، و اون سكوند ماشي بزاف، ولكن هادشي كما قلت لك كيخليني نطمح اكثر باش انني المره الجايه ندير جهد اكثر وما نفوتش غير بان سكوند، ما نفوت باكثر. السبب الصراحه ما نقدرش نقول لك سبب واحد حيت كاين بزاف ديال العوامل. لي زاتليت الاخرين اللي كانوا معانا من لاروسي، من ليستوني، من ليسبان، من الدول الاخرين عندهم ماتيريال بلوز افونسي، لي بان ديالهم دي بان بروفيسيونيل ديال الكربون. انا كنت كنعوم بلي بان ديال لا ناج افيك بان، دونك سي بلوز ديال العومان فوق الماء. ولكن سان امبيش با انني درت دي ريزولتا مزيانين. كاينين عوامل اخرين ديال لي زونترينمون، هما ما حسوش لي زونترينمون ديالهم. حنايا الكونفينمون كان اثر لينا بزاف على لي زونترينمون. انا بالضبط زعما بيرسونيلمون ما رجعتش لونترينمون حتى دو موا قبل، حيتاش بعامل ديال الدراسه وبزاف ديال الحوايج. ولكن كما قلت لك الحمد لله هادشي بالعكس انا كيطمئني، حيتاش عارفه بلي ان شاء الله فاش غادي ناخذ ماتيريال بروفيسيونيل، فاش غادي نرجع لي زونترينمون غادي يكونوا النتائج مشرفه اكثر.